هاي تعتبر السخرية لغة تانية مبنية على أول إشياء بخلاف معناها الحرفي، وهي مرتبطة بمستويات عالية من الذكاء والطرافة. العلماء صار لهم أكثر من 10 سنين عم بيدرسوا هالأسلوب للتعبير، خاصة مع انتشاره عبر مواقع التواصل الاجتماعي أكثر وأكثر. الأبحاث بتدل أنه بعض السخرية مفيدة للدماغ من ناحية الوظيفة المعرفية، وهي موجودة بنفس القسم الدماغي المرتبط بالذاكرة. عدم القدرة على تمييز السخرية ممكن يكون دليل على مشاكل دماغية. آخر دراسات بتدل أنه السخرية مرتبطة بالخلق، وبتشجع الشخص الساخر يلي بيسمعه على التفكير المجرد، وهي كمان تمرين للدماغ يلي بيشتغل أكثر ليحلل التعليقات الساخرة. مين قال أنه السخرية هي أوطى نموذج للطرافة بس أعلى نموذج للذكاء؟ أنا قال. بشوفكم بكرة.